أنا أشكركم على استقبالنا السابق في بيجين. قبل قليل هناك تعايش بين مختلف الأديان. لدينا الكثير لنتكلم به في هذا الاجتماع وعلى تكلمنا معالي الوزير في اجتماعنا عن مشكلة النزوح التي يواجهها بلدنا، حيث أن نصف سكاننا هم من النازحين واللاجئين، وهذا أمر غير موجود في أي بلد وفي أي سابقة في تاريخ العالم. هو لا يمكن أن يستمر لأنه يشكل تهديد وجودي حقيقي على أمن لبنان وازدهار لبنان ومستقبل لبنان واستقرار لبنان ومجتمع لبنان. لبنان يجد نفسه بين سندان مانحين يغلقون حنفيات تمويل ومطرقة جيران غربيين يغلقون الحدود. نشكر الصين على مساعداتها للأمم المتحدة ونطلب منها تفهم حاجة لبنان إلى مساعدة مباشرة لمجتمعه المدني، لبلدياته ولمؤسسات الدولة. 叙利亚问题必须政治解决，为此安理会已经制定了254号决议，那么规划了政治解决叙利亚问题的路线图。 我想，只要我们各方都以叙利亚国家和民族人民的福祉为重，那么认真地落实好254号决议，坚定地贯彻叙任主导、叙任所有的原则，我想叙利亚问题一定会尽快地走上一条正式解决的。随着叙利亚局势的逐步的稳定，那么流离失所的在各地的叙利亚难民，当然他们应该回到自己的 家园，并且重建自己的家园。难民不是移民，难民的方向。